مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مهارات جديده في الكشري. وصفه جميله شتويه كلنا بنحبها، اصبحت يعني في البيت احلى واجمل وارخص شويه، وهندي بدائل لانه البروتين النباتي في الفتره دي مهم جدا. في ناس فيجيتيريان نباتيه ما بتاكلش لا لحمه ولا فراخ ولا حاجه، فاحنا ليه ما بنستخدمش الحاجات النباتيه وندخلها؟ لانه عايزه اقول لكم والله الناس الفيجيتيريان دول ربنا يعني يبارك فيهم ويديهم الصحه، على مدار الوقت وتقدم العمر هم بيبقوا اكثر صحه من الناس اللي زينا بتاكل لحمه وفراخ وحاجات. فاحنا عايزين نبدا يعني ندخل شويه البروتين النباتي في بعض وصفاتنا ونستغل لها، زي ما بيبقى فيه وصفات جميلة جدا مش مصرية بيستخدموا فيها الأنواع الجميلة دي. احنا يمكن عشان أكلة الكشري أكلة مميزة عندنا هنتكلم عن أصلها، بس هي أكلة جميلة ومحببة عند كل المصريين، حتى اللي بره مصر بيحبوا يجوا ياكلوها عندنا عشان ليها طعم ومذاق خاص. خلينا النهارده نقول المقادير وهنعملها النهارده. احنا قبل كده عملنا الكشري بطريقة صحية، يعني عملته صحي، عملته بالمكرونة البني، عملته بالرز البني، عملته صحي 100%، عدد سعراته فرق شاسع بينها وبين العادي. النهارده احنا هنعمله بطريقة لايت خفيفة، وهنديله تيست وطعم جميل. وخلينا نقول بسم الله ونبدأ الحلقة بتاعتنا. عندي الكشري، أنا هعمل أول حاجة للكشري بحب أخلط الرز مع العدس. هننزل أول المقادير، 3 كوبايات رز مصري، اللي عايز يضيف يا جماعة شعرية مع الرز دي يعني حاجة اختيارية، اللي مش حابب ممكن يستغنى عنه. احنا هنضيف الرز مع العدس، أنا عملتها عشان خاطر ندى النهاردة. طيب عندي كيس عدس بجبه حبيبتي يا نودي، عندي مكرونه سباكيتي ومكرونه مقصوصه، نوعين مكرونه، اللي عايز يحط نوع واحد براحته مش شرط، انا بدي لحضراتكم يعني اختيارات واللي متوفر في البيت استخدموه. طيب عندي زبده وزيت نباتي، وده اختياري انا، بطعم بمكعب زبده صغير بس عشان يدي للعدس طعم. طيب عندي ثوم مفروم، عندي كمون وكزبره جافه، وعندي ملح. عايزه محمد يزود لي بس شويه الكزبره والكمون. ندخل بقى على الايه، الاول حاجه هنعملها، انا دلوقتي قلت هسلق مع حضراتكم المكرونه، يعني مكروني دي انا بحبها جدا الحقيقه، والاطفال كمان بيحبوها، وبتبقى وجبه سريعه جدا يمكن للولاد لما بنعمل شويه مكروني كده بالصلصه. ما تستغربوش انا بقول مكروني، اللي انا بقولها في بيتنا كده عشان بس الناس تقول لي بتدلعي الاكل. بدلع الاكل وبحب ادلع الناس كلها وادلع كل اللي بحبهم، فده حاجة شخصية يعني. طيب ناخد كده ايه، رشة ملح في المية، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط نقطتين زيت، وده بيأمننا إلى حد كبير إذا نوع المكروني دي مش ايه، ما هيش مثلا واثقين فيها من شركات مختلفة، ولو ان انا شايفة ان بصراحة احنا في مصر عندنا انواع المكرونات كلها بصفة عامة مش وحشة، كويسة، حتى الانواع اللي بتتباع في التموين احيانا بتبقى برضو انواع كويسه، يعني انا جربت تقريبا كل انواع المكرونات، فاللي متوفر عند حضراتكم هنامن نفسنا بشويه زيت. يبقى رشه الملح، معلقتين الزيت، هستنى بس الميه تغلي شويه وهبدا انزلها مع حضراتكم. انا هنا عملت توابل الكشري لانه توابل الكشري، بهارات الكشري دي بقت تتباع دلوقتي عند العطار، في ناس بتحب تشتريها او هم عملوا لها توابل، والتوابل بتاعته جميله جدا على فكره. اسمحوا لي انا هعملها مع حضراتكم عشان اصدقائنا اللي طلبوها واللي حابب يعملها في البيت طبعا يعملها، اللي حابب ان هو يبقى عارفها من باب المعرفه مفيش مشكله خالص، تحت امر حضراتكم. طيب انا دلوقتي هعمل كالاتي بهارات الكشري، عندي كبابه صيني، دي الكبابه الصيني انا واقفه عندها اهو، دي الكبابة الصيني شايفين بتبقى كبيرة كده أكبر من حبات الفلفل. عندي زر ورد، وعندي كمون حصى، وعندي كزبرة حصى، وعندي قرنفل مسمار، وعندي زنجبيل باودر، وعندي زعتر مجفف، وعندي ورق لورا، وعندي حبهان حصى. دي بهارات الكشري هنعملها مع بعض، البهارات بتاعت محلات الكشري اساسا بيحطوها معاه او بيجيبوها هم بيستخدموها يعني في وصفاتهم وكده. احنا ده شغال اكيد صح، جربتوه؟ ماشي حبايبي، تعالوا بقى نسمي الله. هناخد المعيار، تعالوا كده نشوف المعيار بتاعنا من البهارات القمر دي، انا هقول لكم المعيار. طبعا الكبابه الصيني بنحط منها شويه لان هي بتخليه سبايسي سنه، هو مش هي مش حراقه بس هي ليها طعم كده بيطعم،
رائع. عارفين بقى الكبابة الصيني دي كمان مع توابل الفراخ واللحمة والكبيبة، رائعة الكبابة الصيني دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل كميه بقى لان احنا عايزين بصراحه ايه نخلي شويه عندنا. بهارات الكشري دي بقى عارفين تنفع كمان مع شويه صلصه مكرونه. يعني صلصه الكشري اللي انا هعملها النهارده، في بعض الاوتيلات ما بيحطش بصل في المكروني. بيعملها ازاي بقى؟ بيعملها بشويه ثوم ويروح مديها عصير الطماطم ويروح مديها رشه التوابل بتاعته ويقلبها بسرعه بسرعه وياخدها. فلقيت ان صوص الكشري ده الصلصه دي ينفع تحط على المكرونه لوحدها بس وتتاكل كده رائعه. لقيت ان في ولاد كتير بيحبوها، انا ابني بيحبها كده. يعني انا لما بعمل مكروني في البيت انا بعملها بطريقه بتعجبني انا شخصيا غير الطريقه دي، بس هو لازم اعملها له كده. هحط زر ورد وهحط زعتر مش كتير، انا مش عايزه الزعتر يطغى، فنسبه الزعتر هنا قليله ما هياش كبيره، يعني تقريبا تلت معلقه او ربع. الكمون مهم بالنسبه لي جدا، والكزبره، فاسمحوا لي انا هاخدهم كده علشان دول بالنسبه لي مهمين جدا في الوصفه. القرنفل هيبقى نسبته قليله برده مش كتير. ماشي، بسم الله. هنحط بقى ايه الكام فص حبهان دول، هما حوالي بالظبط 7 فصوص حبهان. خلاص على الكميه دي هتقعد معانا يعني حبه حلوين، واحنا مش هناخد بقى معالق كبيره، هناخد منها كميه صغيره. هنطحن بقى الحبه دول. انا دخلت معاهم كام كبش قرنفل بس مش كتير، عشان القرنفل برده من الحاجات اللي نكهتها قويه. خلاص فانا مش هاخد منه كتير. هاخد من هنا الكام ورقه لورا دول، هكسرهم كده. المكروني الميه بتاعتها بدات اهي، وهاخد رشه من الزنجبيل. يعني بصوا انا حاطه قد ايه اهي، مش كتير، سنه صغيره. على فكره الجنزبيل ده بيدي طعم للعدس والرز رائع فوق ما حضراتكم تتخيلوا. خلاص تعالوا بقى نقفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف شويه توم باودر ماشي، مش عايز خلاص، لان احنا كده كده بنحط توم فريش، فالدنيا بتبقى جميله جدا في الكشري. خلاص انا هعملها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله يلا بينا. وهاخد المكروني بقى هنا اهو. انا حاطه كام شكل كده للولاد، كوبايه من دي وكوبايه من دي. وهبدا لما تعوز ميه هزود ميه سخنه، انا مجهزه الكاتل عندي. هقلبها تقليبه واحده. زعقت حضراتكم معلش، حقكم عليا. تعالوا بقى كده نعمل بال دي بتاعه المكروني اهي، دي دايما بنستخدمها للمكروني في الطعم في الطقم بتاعنا. فلازم اول حاجه اول ما احط المكروني كده لازم اقلبها كويس. انا عايزه الكميه دي مع بعض كده في وسط بعضيها، لازم كل شويه اقلبها تقليبه حلوه. لو حسيت الميه قليله لو بدات يعني محتاجه ميه هزود ميه سخنه على طول بتغلي، ما يجراش اي حاجه. خلاص هسيبها كده جنبي هنا. وتعالوا نشوف البهارات. بسم الله اهي الريحه رائعه. بسم الله تعالوا كده جامده جدا. بسم الله حلوه قوي قوي قوي. انا هاخد منها طبعا شويه على العدس والرز، مش هحط على الصلصه، هحط على العدس والرز. ماشي الكلام؟ طيب هاخد كده بقى دي،
بس هسمحوا لي هاخد بقى في البوله الثانيه عندي هنا معلقه صغيره منها اهي شايفينها، وهحط الباقي هنا عشان نبقى عملنا البهارات القمر دي، بهارات الكشري. طيب تعالوا بقى، عندي هنا حله ثانيه في طريقتين لتسويه العدس، وهنتكلم عن اصل الكشري دلوقتي ان هو كان اكله هنديه مشهوره جدا، ودي كانت من ايام الحرب العالميه الثانيه. انتوا عارفين كانوا الهنود والطلاينه كانوا بيسموه كوتشيرو او كوتشيري، كان ابن بطوط بيكتب ان هما بياكلوا العدس مع الرز وبيعملوه بالسمنه، وكانوا بيسموه كوتشيري او كوتشيرو، وكانوا بيفطروا بيه كل يوم، مفيد جدا صدقوني. طيب انا معلش هعمل اكس تشينج كده، عايزه اقول لكم بقى الكشري ده وجبه رائعه غنيه بالبروتين النباتي جدا ونسبه الياف عاليه جدا. في ناس كتير جدا بتتعامل لانه هو بيقوي جهاز المناعه انه بديل للحوم، وجبه مشبعه بتدي طاقه مفيده لان فيها نسبه كربوهيدرات كويسه، رز ومكرونه كل بحسن كمان عمليه الهضم جدا. بصوا بقى بتقلل من نسبه الدهون، وكمان امتصاص الدهون لينا بتقلل نسبه امتصاص الدهون شويه، وكمان ما بتعليش يعني سكر الدم بشكل قوي. احنا طبعا بنقنن عشان مرضى السكر النشويات دي فوق، بس يعني مقنن، لكن احنا بنتكلم على انها كوجبه هي وجبه مغذيه ومشبعه جدا. طيب انا هنا بس ايه جبت النار علشان عليت، وهنا عندي طريقتين للكشري، اما اني اشوحه مع شويه ميه صغيرين بمعلقه زبده وفصين ثوم وشويه كمون تمام، او هسلقه. انا باخد ميه السلق بتاعته، الطريقه دي لقيتها بتدي تيست حلو، فانا هعمل كالاتي مع حضراتكم. هاخد العدس بعد ما انا جايباه نظيف واتنقى ورائع، هحطه كده في شويه ميه. هاخد معاه نقطتين لانها مش هرمي الميه دي، الميه اللي هيتسلق فيها العدس انا هسقي بيها في الكشري، رشه من بهارات الكشري اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، ورشه من الكمون. و هو محمد فين؟ انا عايزاكي تجيبي لي محمد. عندك توم صحيح؟ طيب هات لي فصين بس، فصين توم بس، وانا برضو علشان الطعم الحلو هعمل كده هحط دي ماشي. وهناخد مدام سهير معانا، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه مدام سهير. تسلم ايدك يا حبيبتي على الحاجات الجميله عاملاها دي. تسلمي، الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي. انا لسه مستنيه الصدر الرومي. من عيني يا فندم، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بفضل الله عاملينه لحضرتك. خلاص انا منتظراك. كنت بس عايز اسال على الفريك لما اعمله، بس محشوهوش في الحاجه تعمليه تكليه كده؟ عايزه اعمله زي الرز كده بس ما بيطلعش معايا مفلفل. ما انا هقول بقى لحضرتك، اولا نسبه الميه بتاعه الفريك مش زي الرز خالص، اقل يعني، احنا ما بنعديهاش من الفريك، تبقى في مستوى الفريك زي المحشي كده، زي محشي الورق عنب بس في المستوى بتاعه. وبعدين قبل ما تعملي اي حاجه لازم نحمص الفريك كويس قوي قوي مدام سهير، يعني حضرتك تكوني مسخنه الحله قوي، هتحطي الزيت وتبداي الفريك بيكون منقوع كويس على الاقل 3 4 ساعات ومتصفي كويس ما فيهوش ميه، ونبدا ناخده بقى الاول كده. عايزه بقى تاخديه مع بصلايه مع فصين توم براحتك، تشوحي في الحله لما تحسيه اتحمص يعني اتغلف، سيبيه شويه كده، وبعدين نبدا بقى ايه نحط التوابل بتاعته الحلوه، شويه قرفه شويه ملح شويه الحاجات اللي حضرتك عايزه تنكهيه بيها. وبعد كده لا، والتوابل اللي انت عاملاها كمان بتاعت الكشري جربيها بقى لان ريحتها رائعه، احنا هنجربها النهارده وان شاء الله رب تنول اعجابك. عجبتني وانا هجيبها واعملها كده زي حضرتك. يا حبيبتي بالخير ودايما عامر يا مدام سهير، والله دايما عامر، وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم في حفظ الله. اهم حاجه في الفريك ان انا ما اديهوش ميه كتير، وايدي فيه في التقليب خلاص وعلى نار هاديه، يديني نتيجه جميله وحضرتك ليه بألف هنا وشفاء. زمان كانوا بيعملوه لنا واهالينا في الصعيد وفي الشرقيه وفي المحافظات، احلى فريك تاكلوه طاجن فريك او فريك بيتاكل كده مفلفل قمر فجميل. بصوا بقى انا ما بغليهوش قوي، انا هاخد دلوقتي العدس هصفيه
انا هشوف المصفى فين يا محمد، عشان انا ممكن دلوقتي حالا انطف كرشك. فين المصفى وفين؟ هنا؟ طيب مش تحت، لا مش لاقياه. اه هنا، ماشي يا محمد. معلش هاخد بقى ايه من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى المكروني، بصوا اهي بقلب فيها كل شويه. وخلوا بالكم انا ان شاء الله مش هسلقها كتير، هفهمكم. بصوا بقى خد غلو، بصوا لونه اتغير ازاي، الميه بتاعته نزلت بقى فايده العدس اهي. شايفين؟ شايفين؟ حطيت معلقه الزبده، عايزه فصين توم صحاح. طيب ماشي جنب الخلاط، تسلم ايدك. بصوا بقى هاخد فصين توم. ناخد ام اسلام حبيبه قلبي، صباح الفل والهنا. صباح الهنا وصباح الورد. صباح الفل يا حبيبه قلبي. وصباح الورد، الورد بقى اللي هتعمليه. يا حبيبه عمري انت. تسلم ايدك. عايزه اقول لك دي اكله اسلام الثانيه المفضله. ايوه ايوه. بحب الكشري قوي قوي، مش قادره اقول لك لو اكلتيه كل يوم كشري مش هيزهق. سيبي الطلعه دي عليا، ان شاء الله قريبا هنلتقي وكل شيء هيبقى تمام. ربنا يسعدك. بعمله الحله الواحده يا عظيمه. والله جميل وسهل وروعه. والله جميل وسهل. بعمله الحله الواحده بيبقى حلو برده قوي طبعا. وبعمله شطه الزيت والبصل، طبعا زيت البصل بعمل منه كشري كله. الله ما شاء الله. بتحمريه الاول وتعملي بعديها الكشري؟ بحمر البصل الاول وبعد أيوة. كده بعمل من الزيت. ايوه بعمل كل حاجه بقى منه. احنا بقى هنقلدك وناخد الطريقه بتاعتك ونروح عاملينها ان شاء الله في البرنامج، علشان ايه؟ حبيبتي نترند بقى بعدك انت. يعني انا مش قادره اقول لك، انا اتعلمت منك حاجات كتير يا حبيبتي. ربنا يعزك حبيبتي، كلك ذوق والله ما تحرمش منك ابدا. ربنا يبارك لك وبالهنا والشفا عليك. الله يهنيك وعلى الكرو كله حبيبتي. وعايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر تاتش وود اللي شوفت. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. الله يسعد قلبك يا رب. ربنا يخليك. ما تحرمش منك. كل كرو البرنامج والقناه الاهلي حبيبه قلبنا. يا رب يخليك يا ام اسلام حبيبتي. اسلمي ما تحرمش منك يا غاليه. بحفظ الله. شكرا يا حبيبتي. مع الف سلامه حبيبه عمري. مع السلامه. كشري بقى الحله الواحده ده عايزين نعمله في يوم سهل ورائع، بس نعمله مع بعض. شوفوا تسويته. لا ما عملناهوش. لا يا نودي نو. عملنا المكروني اللي كانت بالخضار في الـ في الـ في الـ في الطاسه. شوفي انا فاكره ازاي. شويه زيت. طب وريهاني وريهاني، انا قاعده لك، استني عليا هشوف انا في الفاصل. ماشي بصوا بقى الـ الـ العدس انا طلعته خد غلوه. بصوا الميه بتاعته فيها التوابل والمكونات وفايده العدس كلها، مش حرميها. هاخدها هسقي بيها دلوقتي الرز بتاعنا. هاخد الاول الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد الاول العدس هنا. خليني اقلب تقليبه حلوه كده. فصوص الثوم دي هتتشال عادي، مش هيجرى لها اي حاجه. هحط عليه بس معلقه ثوم بقى مفروم، علشان انا عايزه اديله بقى هنا ايه طعم حلو. وهاخد الرز، والمعيار بتاع الميه هو معيار الرز عادي. انا قلت لحضراتكم قبل كده لما عملنا الكشري الصحي، خليني اغير دي واجيب معلقه خشب. الكشري الصحي ما عملناش بقى الكشري الحله لوحده. اتاكدت يعني. بصوا ونقلب بقى تقليبه كده. شايفين ازاي اهو ده. وهنحط بقى توابلنا. المكروني كده خلاص على فكره، انا شويه انا هطلعها، انا مش عايزاها كده. بعدين بديها معلقه زبده، بديها طعم كده. عايزين بقى بالزيت براحتكم، بس انا بقول لكم بقى بعملها حاجه بيتي كده جامده. هناخد شويه من الكزبره الجافه، شويه كمون، حطينا احنا توم، هناخد بقى رشه ملح بسيطه وفلفل، وهحط رشه من البهارات الجميله. ايه عشان الانتفاخات. ادي معلقه من توابل او بهارات الكشري اللي احنا لسه عاملينها اهي، معلقه صغيره. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. شايفين ازاي الريحه روعه. شايفين الجمال. هي نفس اللي بعمله ده يا مدام سهير،
حضرتك هتعمليه بالنسبه للفريك، لو عايزه تحمصيه كمان الاول في الحله بس على السخونيه وبعدين تبداي تديله الاطعمه ماشي. انا بس ايه هشيل بقى الميه السخنه اللي فيها اللي سلقت فيها العدس وحطيت فيها معلقه زبده وطعمتها برضو اهي. بسم الله نسقي بس الكشري بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خليه بقى ايه، انا كده هحتاج بس قليل من الماء بسيط قوي كمان سخن شويه بس كده. وتعالوا بقى بينا ايه نسيب ده يغلي غلوه ونغطيه لحد ما يتشرب على راحته، وهنبدا نصفي المكرونه ونطلع بريك يا قمر. هنصفي المكرونه هنا برده. حلو الكلام، كلام جميل اهي. خلاص بقى خدتش وقت معانا وهنبدا ايه نصفيها. هاخد منها بس شويه كده. بصوا حاضر بسم الله اهي. وكشري الحله الواحده ده عايزه اقول لحضراتكم سهل وسريع وجميل جدا. يلا بينا نستسمع حضراتكم بقى في استراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه نشوف هنعمل ايه. مستنيه حضراتكم. بسم الله ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بص انا حطيت معلقه واحده زبده واحده بس، وسخنتها وسبت المكرونه كده فيها وشكرا. يلا بينا هطفي بقى كده بس خلاص، هخليها بقى على جنب هنا بس تدي تيست طعم حلو. ويلا بينا بقى نبدا. انا هنا سبت الرز اهو مع العدس بيتشرب اهو، ممكن بالشوكه كده على خفيف. حاضر يشهد للعدس. حبايبي اهو. وتعالوا بقى هنا نعمل الصلصه. يلا بينا نقول مقادير الصلصه. لتر عصير طماطم فريش، معلقتين صلصه لو حابين تدعموا اللون، معلقه صغيره لازم سكر عشان الحموضه، معلقه كبيره من الخل، ملح وكمون وبهارات، وطبعا انا هحط توم، معلقه توم لازم، بحب قوي احط التوم مع الصوص بتاع الايه العدس. طبعا شويه زيت كده. بسم الله معلقتين توم كده، هنقلب تقليبه لطيفه. مش عايزه يغير لونه ولا ريحته. ونحط الصلصه ناس بقى تحب تعمل حاجه، في ناس تحب تعمل الصلصه لوحدها من غير ما تكون حاطه فيها نسبه يعني انها تبقى مشطشطه، في ناس تحب تعمل الصلصه هي الشطه، يعني تضيف فيها اما شطه او معلقه من الهريسه الحاره. انا الحقيقه هعمل الشطه يعني شطه، وهنضيف عليها ايه معلقه من الصوص الحلو بتاع الصلصه ده. وهنعمل الدقه احنا عملناها قبل كده في الكشري الصحي سخنه، يعني انا حطيت المكونات دفيتها بس، سخنت البان نفسها او الطاسه وبعدين وضعت كل الحاجات الثوم والكزبره عشان تدي تيست. المره دي انا هعملها على البارد كلها. وما يفضلش ما يفضلش ان احنا نحط فيها صلصه. في ناس بتقول اصل بتوع الكشري بيحطوا فيها صلصه، بتاع الكشري ده عنده بسم الله ما شاء الله ناس بتدخل تاكل فعنده كميات بتطلع، فاذا الازاز ما بتقعدش، ده لو في حال الطماطم تحمض الدقه. ما اقدرش احط فيها صلصه طماطم تحمض تبقى بره او حتى في الثلاجه، هتاخد لها يومين بالكتير ومش هقدر ان انا اجازف بيها، لكن الدقه لو اتحطت شهر في الثلاجه مش هيجرى لها حاجه، لان هي في الاخر توم وخل وعصير ليمون فهي تمام. خلاص هقلب كده، نحط رشه من كمون، رشه من البهارات الحلوه اللي احنا عملناها بسيطه خالص، ممكن مكانها 7 بهارات لو انتم مش عاملين البهارات دي.
رشة من الكزبرة خفيفة. حطيت السكر وطبعا هنضيف دلوقتي معلقة الخل. بسم الله. تمام. وهنبدأ نسيبها بس كده شوية. ريمان معانا. ريمان معلش ريمان بيضربوني على الاسم الاول. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه يا شيخ. يروح قلبي. الاسم الحلو ده الاول تعرفي معناه ايه ولا لا؟ ايه تعرفي معنى اسمك الحلو ده ايه ولا لا؟ لا. طيب لازم نعرف بقى عشان تقول لنا المره الجايه. اصله اسم جميل يعني. وانت طيبه يا روح قلبي. وانت طيبه وسعيده يا رب وفرحانه دايما. ما كنت عايزاكي تعملي لي مارشميلو. مارشميلو حاضر من عيوني. اكتبي يا ندى لو سمحتي مارشميلو عشان ريمان. حاضر يا ريمو. متشكره حياه قلبي. نورتيني وشرفتيني يا نور عينيا انت. نقلب كده تقليبه حلوه. هو نفس المكونات بس احنا عايزين نعمل لهم بقى بالالوان ونعمل لهم حاجات حلوه. محمد لو عندك صلصه ثانيه انا هستخدم اللي هنا دلوقتي. اوكي ماشي. عندك يا محمد؟ هو راح فين؟ هرب. خد بس معلقتين كده كمان. ايوه في ناس بتحب تعمل الصوص ده بالبصل بصراحه. جربوه بالثوم بس وادعوا لي. فمعلقه ثوم واحده كده تدي تيست حلو. والصوص ده اللي بقول لحضراتكم الصلصه دي هي اللي ممكن تبقى صلصة مكرونة الواحد حط على المكرونة بس المسلوقة كده لوحدها تبقى رائعة. ليها تيست وطعم جميل. هنا بقى هنبدأ نعمل الدقة. هنعمل الدقة هنا في بولة كده. ناخد ايه بولة كده نظيفة. بسم الله. ونعمل الدقة على البارد. هحط في الدقة ايه بقى؟ طبعا أساسي فيها الثوم. بصوا بقى هناخد معلقه ثوم كده كبيره اهي. دقه نزلت خلاص. وهناخد طبعا الكمون معلقه كبيره. كزبره. تسلم ايديكم يا حبايب قلبي. مقادير الدقه والشطه. هناخد الدقه الاول وعصير ليمون. معلش ازود الكزبره. الكزبره بتزيد سيكا والكمون. خلاص هناخد الملح وهنحط خل وشويه الباقي هنحط ميه. بسم الله. تعالوا بقى ايه نقلب الاول الخليط ده. وبعدين ناخد الباقي نكمل بالميه. انا هكمل بميه دافيه علشان تديني برضو ايه يعني تاخد من بعض بسرعه. تعالوا بقى نقلب الخليط ده ونشوف اخباره ايه. كده الريحه اصلا لوحدها رائعه. الليمون بيدي مزازه للدقه بشكل جميل جدا. مش محتاجه حاجه خلاص. مين يشهد للدقه يا مونتي؟ صح انا انا. طيب عايزيني احط الدقه في ايه يا اولاد؟ والله ممكن في دي. طيب ماشي 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 ماشي. بسم الله. طبعا دي لازم تسقعوها شويه. تاكلوها شويه على طول كده. حطوها بس في الثلاجه شويه كده. يا سلام. ولما بيقعد تاني يوم بقى بيبقى رائع. ادي شويه الدقه. نبص على الصلصه كده. الريحه بدات. بسم الله. نعمل بقى الشطه شويه. تعالوا بقى نعمل هنا الشطه.
هنقول مقادير الشط. يلا واحنا شغالين. بص بصه بس على الرز، بص والعدس تمام خلاص اتشرب. هناخد من الصلصه دي معلقه بس. بصوا ادي الرز والعدس، شايفين الجمال؟ واو. ايه سبايدر جامد ما شاء الله. لا البهارات دي لازم تجربوها حضراتكم. جربوها بجد. انا بقى ايه هطفي هنا خلاص، وتعالوا نبدا نعمل مع بعض الشطه. النهارده هعمل الشطه هزود لها بقى حته هريسه كده. طيب تعالوا بقى ناخد الشطه الاول نطعمها. شطه بزيت بيحبوها، في ناس بتحبها على البارد برضو، اللي يعجب حضراتكم. هعملها هنا نفس بقى. بسم الله. لا ما انا هبعد بقى. استر يا رب. استر يا اللي بتستر. وهديها معلقه هريسه. لا 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 ده مش مع الكشري بقى يا مونتي. والله بس دي مكرونه بقى اللي بتبقى فيها دي، اللي بتبقى فيها الصوص فيه قطع طماطم مكعبات. والله ما انا حطيت لك هريسه اهو. انا يا انت النهارده. لا ما باكلوش بره عمري عمري. انا الكشري ده بالنسبه لي لو مش معمول في البيت مش هاكله ابدا، لان انا اخويا زمان حبيبي تعب من اكله كشري، فانا ما عنديش استعداد ابدا. بس الكشري ده يا كده يا كده زي الفسيخ بالظبط، ما فيهوش هزار. يا نهار ابيض. يا سلام يا مونتي. خلاص يا مونتي خلاص اقتنعت، هعمله في البيت برضو. طيب هناخد بقى ايه التحميره الحلوه دي. ادي الهريسه مع الشطه، حمرها بس شويه حلوين كده. عملتها لكم ايه زي ما حالات الكشري صغير الطماطم متقطعه. شويه بقى من الميه وهحط معلقه صلصه، يعني هي محتاجه تتخف بمعلقه صلصه حلوه. في ناس بتحبها شطه وزيت وميه بس، احنا عملناه قبل كده في الصحي، فانا بحاول اغير في الوصفه بتاعه النهارده مع حضراتكم علشان الدنيا تبقى ايه مختلفه شويه. خلاص وهناخد بقى معلقه كبشه كده لوش من الصلصه. بصوا بقى باخد من الدقه دي احط مع الصلصه شويه، معلقه واحده خلاص عشان تدي طعم. وبعدين هاخد معلقه من الصوص ده الصلصه احط هنا على الشط، معلقه واحده مش كتير. خلاص سمعت يا سبايدر؟ طبعا انت شايف كله من الالف للياء. طيب نقلب بقى تقليبه حلوه كده، نقلب هنا شويه نزود ميه. بسم الله. دي بقى روعه. تعالوا بقى ايه ناخد بقى من هنا. طبعا البصل يفضل لو حضراتكم قليتوه في الاول في الزيت وعملتوا مكانه. احنا هنا عاملين شويه مجهزينهم، احنا عملناه قبل كده في المره اللي فاتت واحمرناه مع بعض عشان ما نضيعش وقت. نعم معلقه واحده، يا معلقه دي يا معلقه نشا بعد ما بيتقطع جوليان كده بالجنب، بروح مديله الاول رشه ملح، وبعد رشه الملح بيسرد الميه بتاعته، بروح ماسكاه عصراه وسيب الميه واخده افرفطه في بوله او في طبق، وبحط عليه معلقه واحده دقيق او معلقه واحده نشا، فرفطه قوي 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 وانخله كده، واروح منزلاه في الزيت يكون عميق شويه، وبعمله دايما في حله صغيره عشان الزيت يبقى عميق وما احطش كميه كتير. وينزل على طول ياخد بقى الغلاف يتغلف ويبقى مقرمش زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. خلاص بس احنا كده الشطه اهي شايفين ازاي. معانا آلاء من بني سويف، يا اهلا وسهلا، اهلا بيكي آلاء.
انا كلمتك قبل كده. اهلا وسهلا يا حبيبتي. انا كلمتك قبل كده. اهلا بيك يا حبيبتي. كلمتك قبل يعني اكيد يا حبيبتي. اهلا بيكي، اهلا بيكي مره تانية. بحبك قوي والله. يا رب يسعد قلبك يا حبيبتي. ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي. عندي سؤال. ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي يا روح قلبي. عندي سؤال. يا البسبوسه بتاعتي، لما بعمل البسبوسه بتعيش معايا ما بتطلعش طريه. لما بعمل البسبوسه بتعيش معايا ما بتطلعش طريه. ما بتنشف تقصدي؟ بتنشف صح؟ بتقلبيها كتير يا الاء؟ هقول لك طريقه حلوه يا الاء، احنا هنعملها ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما تقلبيهاش كتير. اه بعد كده. ممكن لا سمحتي. من عيني. حاضر. طب ممكن هي سؤال تاني لو سمحتي؟ اموري يا حبيبتي اتفضلي. اقول قول يا حبيبتي. الكيكه لما بعملها بتيجي من النص كده. الكيكه لما بعملها بتيجي من النص كده بتبقى عجينه. انت الفرن. طيب الفرن عندك. ماشي. تقفلي واسمعيني من التليك. ماشي. ماشي يا حبيبتي نورتيني وتحيه ليكي لكل برج. هقول لك على حاجه. قولي. طب هقول لك على حاجه. قولي. ماشي. سلام. اتفضلي يا روح قلبي. طيب بصي يا حبيبه عمري، اولا بالنسبه للكيك لو بيهبط من النص هيبقى عيب فرن. وبعدين انا عايزه منك طلب، بالنسبه للفرن لازم تسخنيه من قبل بربع ساعه، ولازم تحطي تظبطي الشبكه في النص، سخنيه كويس حراره متوسطه. لو انت عندك الفرن مكان عالي ومكان واطي، افضل طريقه سويها في حمام بخار. يعني جيبي كده صينيه حطي فيها شويه ميه سخنه وحطيها تحت، حطي فيها قالب الكيك، هيستوي هيطلع مظبوط جدا. وشوفي نوع البيكنج باودر اللي بتستخدميه. خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للبسبوسه، البسبوسه السميد ده اللي احنا بنجيبه لو قعدتي تعجيني فيه كتير بتحفزي ماده اسمها الجلوتين، فبيعمل عرق. بيعمل عرق يعني ينشف. اول ما تحطيه في الصينيه تطلع تسقيها بالشربات قدامك كويسه قوي وبعدين تحجر. الطبيعي ان انا بخلط كل المكونات اللي هي السايله وبعدين تكون دافيه على النار، اخدها اضيفها على السميد اساعده تتفتح الحبات بتاعته، وفي نفس الوقت بطراطيف صوابعي كده يا دوب بدخله جوه الخليط وبعدين انزله في الصينيه واخبطها، ما بعجنش كتير. وان شاء الله هنعمل طريقه بسبوسه بقى لها فتره حلوه للناس اللي لسه عايزه، يعني بسبوسه ما بتنجحش معاهم قوي. انا عملتها بطرق كتير جدا، من اسهل طرق لاصعب طرق لطريقه الحلواني. هنعملها بطريقه طالعه جميله ترندي بالكراميل، يعني بنحرق لها سكه تطلع معاكي ان شاء الله، حتى لو هي ايه هتطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. شوفيها وتابعينا وهتبقى مظبوطه معاكي باذن الله. اسمحوا لنا بقى، بصوا انا حطيت شويه بس يعني هنا شطه وحطيت الدقه وحطيت الورد، وهستسمحكم بقى عقبال ما اجمع الطبق الحلو بتاعنا. هنطلع الاستراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الكشري في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. انا هعمله بس لايرز كده، يعني واحد كده واحد كده. خلاص احنا قدمنا واحد سريع اهو هناك، يا ريت مخرجنا يستعرضه. عقبال ما نحط كده لاير من الايه، واحد بس من المكروني. طيب وهناخد من هنا بسم الله الرز والحركات الحلوه. يا نهار على الجمال. بسم الله. خبر. بسم الله. وده اللي طلع. تسلم ايديكوا. تعالوا هنا بقى، هشيل بقى اللي هي دي. خلاص وهناخد لير تاني. قول يا رانيا. عايزين نقول بقى اسماء الحاجات. احنا مش عاملين حمص اللي هو الكهرمان بيطلق عليه في محلات الكشري. التقريه طبعا معروف انها ورد. والصلصه ايه؟ مونة يا حبايبي. انا باخد اكسترا مونة يا جماعه. انا بحب ابحر زياده. انا بحب الصلصه جدا. يا نهار ابيض. بسم الله ما شاء الله. بصوا كده. يا حبيبي اتمرمطنا في محلاتكم يا حبايب عمري. انتوا والله صحه وانا على قلبكم يا حبايبي. بصوا هنعمل كده. وتعالوا بقى ايه ناخد. عايزين ايه؟ حبه مكروني هنا ولا حبه صغننين بس كده؟
عشان بس نكمل الحركات. ماشي. وبعدين هناخد الورد طبعا اللي عنده حمص. حاضر يا نور عيني. من عيني انت تؤمري. ميرسي ميرسي. بسم الله. ماشي يا فندم. بسم الله بسم الله. كده كده. تعالوا بقى ناخد الايه بحب الطبق يبقى جاهز سنه، بمعنى انا هحط هنا في الحروف الشطه خلاص، عشان هي دي الواحد بياخد من تحت لفوق ويقلب، اللي عايز بقى اكسترا شطه بياخد من الجنب زي ما احنا مقدمين كده، بس انا بحب الطبق اللي يمسكه ما يضيفش بقى عليه حاجه. يا سلام كهرمان، انا هروح اديها واحد كهرمان. عايزه اقول لكم ان انا النهارده طبخه كشري. ها والله يعني انا لا 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 ان شاء الله. حاضر. بصوا بقى. نعم ان شاء الله. حلو الكلام حبايب قلبي، تسلموا لي يا عمري والله، صحة وهنا على قلب اللي هياكل. خلاص اللي عايز بقى بيضيف الدقة معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الطبق القمر ده هنا جنب البهارات القمر بتاعة الكشري اللي احنا عملناها. ويلا بينا نعمل بقى وصفة كده لطيفة هي مختلفة. احنا طبعا عارفين في الشتاء بنحب الايه، بنحب البليله. البليله دي اعملوها للولاد يفطروا بيها الصبح وما نازلين المدرسه اذا في امكانيه، يعني هتبقى جميله. القمح ده مفيد قوي يا جماعه. مش عايزه اقول كده بقى يا روني. البليله دي من الحاجات المحببه جدا جدا جدا، وبالاخص لينا احنا هنا بنحبها قوي، ويعني من الوصفات المفيده. القمح بجد من الحاجات المفيده. تعالوا ننزل مقادير النهارده، مش هعملها بليلة عادية تقليدية باللبن والجوز الهند والمكسرات، أنا هعملها بليلة بالكراميل. هننزل مقاديرها. هنعمل توفي بليلة، هنعمل توفي بليلة. ماشي. أنا بس بلمع الكاونتر عشان الدنيا تبقى لطيفة. هنعمل إيه بقى؟ عندي كوباية من السكر، وعندي قمح بليلة مسلوق. القمح ده مفيد جدا، هنتكلم عن فوائده. وعندي كوبايه كريمه، ولو مش موجوده احط كوبايه لبن، مش هيجرى اي حاجه. تمام. وعندي كمان معلقتين او ثلاثه كبار نشا على حسب نوع النشا اللي حضراتكم بتستخدموه، عشان في انواع نشا بيبقى الثلاث معالق فيها مظبوط جدا. وعندي مكسرات حسب الرغبه. انا النهارده بقى هعملها كالاتي. هناخد كده الايه الكسرون، هحطها هنا على النار، هسخنها وهبدا احط فيها السكر، احرق السكر كراميل. خلاص انا عندي القمح اول حاجه خدته نقعته ونضفته وغسلته كتير جدا لحد ما الميه بتاعته اصبحت ميه بيضه رايقه زي ميه الحنفيه بالظبط. كل ما تغسله فيه تلاقوا ميته بقت لونها غامق، كل ما نغسل فيه نلاقي ميته بتبقى غامقه. نفضل نغسل فيه ونضلق الميه الى ان تظل الميه دي بيضه رايقه تماما. هنسلقه، هيبقى كده، وهنسيبه يبات ليله. لو بات ما يبقى خير وبركه، لو قعد ساعتين يشرب الميه بتاعته. بصوا فتتفتح حبات القمح كويس، وما ياخدش مني اولا كميه لبن كتير لو انا هعمل عاشوره مثلا، وتبقى الحبه جميله. طيب هاخد كده كوبايه السكر اللي اتفقت مع حضراتكم عليها، احطها هنا اهي. هحرق شويه السكر دول كراميل. عندي هنا لبن و هاتوا العسل ده، خلي لي العسل هنا جنبي. بصوا بقى هسيبها تحترق جيدا على النار لما تديني اللون الايه الذهبي الحلو، والسكر ده يبقى الحبات بتاعته
يعني مش بلوريه كده، خلاص يدوب يدوب تماما. اهم حاجه بس في المرحله دي اهدي نار عشان ما يتحرقش مني، لان لو الطعم اتحرق هيبقى الدنيا مش لطيفه. هاخد بقى انا كده حله وسط، هسخن هنا مثلا العين دي اهي ونسخنه، هسخن الحله وهبدا اعمل القمح ده احطه مع الصوص ده عشان ياخد ويدي معايا بقوام حلو زي ما اتفقنا. بديل الكريمه احطه لبن، خلاص مفيش اي مشكله خالص. طيب هنيجي هنا تمام، هاخد بقى كده ايه سباتولا او معلقه خشب ماشي تمام. نحرق بقى السكر ده، تقدروا تعملوا دي تبقى طافي مهلبيه لو مش هتحطوا قمح، ممكن يبقى طافي مهلبيه بمعنى ان انا هحرق السكر واحط كريمه واضيف لبن وبعد كده خلاص النشا وتبقى مهلبيه، طافي مهلبيه تبقى طعمها رائع جدا. طيب ونقدر نعملها بالبليله، البليله دايما من الحاجات الواحد بيبقى بيحبها قوي وعايز ينوع فيها، وينفع تنفع تبقى طاجن في الفرن، احنا قبل كده عملنا حاجات جميله بيها في حلقه البليله وانا بحبها جدا. فهي من الوجبات المشبعه والوجبات اللي مليانه بالالياف والاكلات المفيده للاطفال، هياخدوا فيها اللبن وياخدوا فيها الالياف وياخدوا فيها مكسرات اذا موجوده عندنا، الدنيا هتبقى جميله. اهم حاجه زي ما قلت لكم التكه بتاعه ان ما يبقاش فيها سوائل، تبقى خلاص نفشت وصلت للمرحله دي، لما تعملوها عاشوره ما تاخدش منكم نسبه لبن كبيره فتبقى جميله. بصوا بقى بدا السكر خلاص، لازم اخلي بالي قوي وتخلوا بالكم قوي كمان حضراتكم، بصوا عشان لسعته وحشه، هرفع بس على خفيف ونهدي بقى النار كده. ايه خلاص انا كده ههدي مش هخليها دبل اهي عشان يبدا يدوب معايا كويس. خلاص في كراميل بنعمله صوص من غير اصلا لا كريمه ولا لبن، عايزين تحطوا ميه حطوا بس احنا ايه عايزين نديها طعم اذا متوفر نعمل. بصوا البلورات السكر دي هفضل اقلب فيها على الهادي لحد ما تدوب تماما. ايوه يروح قلبي خلاص. وهاخد كده انا جنبي ادي الكريمه وهاخد النشا، هحتاج معلقه نشا زياده بس ماشي، هاخد النشا ده هنا في بوله دي هدوبها هنا بشويه لبن الاول عشان اجهزه جنبي. خلاص اهو بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين لبن ادوب فيها النشا، استخدموا نشا ما يكونش بياخد كميات كبيره، في انواع نشا تبقى سايبه بتاخد كميات كبيره وفي انواع نشا بتبقى كويسه بتعملوا منها المعلقه او الاثنين بتربط معاكم الخليط على طول اهي، لازم يبقى كده ما فيهوش تكتلات. ماشي الكلام اهو، هنقلب شايفين ازاي، هنضيف بسم الله، يحصل فوران دلوقتي ما تستغربوش، بسم الله بسم الله. الكريمه الصوت بعيد قوي يا حبايب قلبي مش سامعاكم معلش. اوكي ليه الخرفشه دي ليه؟ لا خرفشه عاليه جدا. بصوا بدوب كده على الهادي خلاص هيفك، بصوا السكر بيعمل كده بس هيفك خلاص. وبعدين هضيف اللبن على فكره البليله دي، بس خلوني اقول دي الاول، البليله دي اصلها فرنساوي كلمه بي الي قمح ولبن. يا حلاوه احنا كل حاجه ضايعه عندنا كده واحنا فاكرين البليله دي مصري بقى وجايه من، طب والله يا جدعان لا دي بالنسبه لي معلومه البليله دي جميله والله يا جدعان يا بنات شاطرين. بصوا هندوب، انا حطيت اللبن فوق الكريمه هدوب السكر ده يدوب حالا بس هرجعه على النار تاني خلاص. وهبدا هي دي بقى اللي انا عارفاه، ايوه ان احنا بنقول ان دي حبيبات قاسيه، فهي قاسيه يعني محتاجه تتبل عشان تطرى. بس عايز اقول لكم القمح ده من الحاجات المفيده قوي قوي بجد، عايز اقول لكم بيتعمل سلطه يعني احنا لو عندنا كمان شويه قمح ممكن نعمله يبقى حادق، نحط بقى فلفل الوان ونحط طماطم اي حاجه عند خضره
حلوة، خس، بصل أخضر. عايزة أقول لكم القمح ده من الحاجات المفيدة جدا، غني بالألياف بالفيتامينز. عايزة أقول لكم الناس اللي عندها مشاكل في المرارة القمح ده مفيد ليهم قوي، لأن هو فيه ألياف كثيرة. بصوا الناس بقى اللي عندها كمان مشاكل في ارتفاع سكر الدم أو ضغط الدم، أسفة مش السكر، كمان مفيد ليهم قوي. هحطه بقى هنا، بصوا بسيبها كده تكرمل مع بعض، هنزل النشا عشان يديني الخليط الحلو. ممكن احتاج معلقه اذا احتجت، تمام. هقول لحضراتكم هنقلب بقى تقليبه حلوه كده عشان الخليط ياخد والسكر اللي جوه جميل ده يدوب، هيبقى طعمها جميل مميز حلو قوي. نقلب كده ناشفة، نقلب بس تقليبة حلوة كده. أنا أقول رجلي تقلت ليه؟ استيعاب مهم. ايوه يلا بينا. محمد فين؟ بنتي فين؟ فكرني فيلم اجنبي كنت بتفرج عليه ممتاز، كل ما الاب بيحصل حاجه لبنته، كل ما يدخل ما بيقولش حاجه في الفيلم غير بنتي فين. هاتي شويه نشا كمان. ايوه بصوا بقى السكر داب خالص ازاي. احنا مش هنضيف بقى حاجه، خلاص هو كده تمام، جديدة وجميلة وطعمها روعة. عايز اقول لكم بقى لما بتسقع بتبقى روعة، ولو عملتوها بقى في مهلبية يا سلام. بس البليلة هنا بقى مختلفة. هخلوني اجيب الكاسات دي. انتي تقصدي تخليها مهروسة مجروشة؟ ممكن، ليه لا؟ ولو عايزة تضيفي معاها معلقة من الشوفان هتبقى روعة، بس حمصي الشوفان في الفرن. هي ندى بتسألني بتقولي انا ممكن اعملها بالهاند بلندر كده مهروسة؟ ممكن طبعا، ممكن جدا. عارفه بقى بنعمل ايه في العاشوره؟ لما بنيجي نعمل عاشوره عاملينها بالمعامله دي، بناخد شويه من القمح ده مع شويه ميه من العاشوره او من البليله، ونخلطهم نضربهم في الخلاط نص جرشه، ونحطهم على الخليط، ونروح مقلبين كله في بعضه، فبيدينا ايه؟ بيدينا القوام اللي احنا عايزينه. يعني يبقى في منها من ده على ده. انا نشا محمد بيجيب لي نشا. صح يا حماده؟ بيزرعوا. اهو هي تبدا تربط، لو ربطت تمام. شكرا يا ابو حميد يا غالي، والله متشكرين بيك قوي 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 قوي. ايوه معلش لازم يسخن كويس، تبدا تغلي كده في الخليط وتبقى روعه. الشوفان احلى حاجه فيه ندى، حتى لو نوعه مش حلو او نوعه مش غالي او من الانواع يعني اللي بتبقى مضاف ليها منكهات وحاجات مثلا زي الفواكه المجففه وكده، ممكن نحمصه في الفرن زي ما بنعمل مع السوداني ومع اي حاجه ثانيه زي الجرانولا. عايزين نعمل الجرانولا عشان حلوه لاولادنا قوي. ايوه تحبيها انت يا ندى. ماشي مع الزبادي. عايزه اقول لحضراتكم بقى اعملوا الحاجات الحلوه دي للولاد، حاجات في البيت بس من الاخر. ناخد كده شويه ميه. بسم الله. طيب بنقلب كده، ناخد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشق البليله دي. ها لو هتعملوها بقى بلبن وكده، حطوا على اللبن ده شويه سكر وفانيليا، اللي بيحب القرفه ممكن يضيف. حاضر يا فندم. حته كنافه على الوش محمصه بقى. يعني ايه يا مونتي؟ ايه يا مونتي ده؟ يا مونتي كنافه كريسبي ماشي، انا ما بعرفش الحاجات دي يا مونتي.
انتوا حبايبي والله بحبكم قوي. حاضر، بس لا مش هعمل كده يا استاذ شوارب، اذا تكرمت لما اقدم البليله بتاعتي، اذا تكرمت يعني، اذا تكرمت. بصوا الجمال، يلا بينا يلا بينا. حطيت لي لوشات، فين يا حماده؟ انا اخد من ده تاني برضو. انت تاني فين اللوش السيلفر عشان بس ما يقعش مني؟ اللوش السيلفر فين؟ يا سلام. ثانية واحدة. أيوة. لو عندنا بقى نقطة من الكريم شانتيه مثلا على الوش، ماشي، مفيش، خلاص مش مشكلة. بسم الله. خلاص انا موافقه يا مونتي، انا هحط عليها، وانا لو مكانك هحط كنافه كريسبي اللي هي في الفرن دي، هحط. ايوه اعمل اللي انت عايزه، انا موافقه. اوبا، شويه بقى كده. لا هي كفايه بقى، لان هي سكرها كده مظبوط، لو حطينا اي صوصات من الحاجات المسكره هتجزع وهتضايقهم قوي، وانا مش عايزه كده. لكن هي الكوبايه دي مظبوطه على النسبه اللي احنا حطيناها، فاللي هيدوقها هيلاقيها يعني مظبوطه. دوقي وشوفي يا نودي. حبيبه قلبي انت. خلاص كده ممكن بقى هنا. بس كده ماشي يا امامير، تمام. يلا بينا نقدم بقى الحاجات اللطيفه دي. بسم الله، سقعوها بقى وكلوها بالهنا والشفا. وبقى طبعا بعد الاكله اللي طبعا مش قادره اقول لحضراتكم هيحصل ايه بعد ما نخلص السيجمنت ده، لكن ان شاء الله يا رب الوصفه تنول اعجاب حضراتكم. على فكره لو عملنا ده وحطينا التوابل كلها وعملنا زي ما ام اسلام قالت في حله واحده هيطلع روعه برضه، بس اعملوا مع العدس زي ما انا عملت، بتفرق في طعم العدس قوي بجد، ما بيبقاش كانه عدس مستوي مسلوق، بيبقى عدس ليه طعم كده زي ما كانوا بيعملوه الهنود، ليهم تكنيك كده في العدس، ليه طعم اما تاكلوه. اسمحوا لي بقى يا رب الوصفات تكون خفيفه على قلوب حضراتكم، اسمحوا لنا نستعد ونستقبل الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.